خلينا نروح نتابع الصحافة دلوقتي من اليوم السابع. هناك موجودة نورهان طمان مراسلتنا العزيزة عشان تقولنا أهم وآخر المنشطات المختلفة في الصحف والمواقع. وأعتقد الخبر اللي من صدى البلد كمان في غاية الأهمية، إن هو بيتكلم عن إن التصريح كده من وزارة الشباب والرياضة إن هي بتؤكد عدم تدخلها في الشؤون الفنية لاتحاد الكرة. أعتقد برضو محتاجين نعرف تفاصيل أكتر. تفضلي يا نورهان. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهاوند، أول خبر معانا هو خبر مهم وبيان مهم ورد مهم من وزارة الشباب والرياضة على بعض ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام. ويمكن المانشيت كان بعنوان الشباب والرياضة تؤكد عدم تدخلها في الشؤون الفنية لاتحاد الكرة. ليه الخبر ده مهم؟ لأنه وزارة الرياضة أكدت في بيانها أن هي لا تتدخل مطلقا في أعمال أي من الاتحادات الرياضية المختلفة، وتحديدا اتحاد الكرة، بعد ما أشيع في الفترة الأخيرة عن هذا الأمر، تحديدا فيما يخص طبعا اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والفريق الأول. الخبر ده مهم لأن وزارة الرياضة يعني لا يجوز أنها تتدخل طبعا في عمل الاتحادات الرياضية، لأن ده أمر مخالف لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وزي ما قلنا، وزارة الشباب والرياضة أكدت في بيانها أنها تقف على مسافة واحدة مع جميع الهيئات الرياضية في إطار دورها المتعلق بالرقابة والمحاسبة، ولا تتدخل مطلقا في شؤونهم الداخلية. ويمكن تاني خبر معانا من موقع اليوم السابع، مؤتمر صحفي موسع لرابطة الأندية الأربعاء المقبل اللي هو غدا طبعا. تعقد رابطة الأندية المصرية مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن عدة قرارات هامة فيما يخص الأيام المقبلة لطبعا خطوات الرابطة المصرية. كمان طبعا هيكون في تطرق لنهائي كأس الرابطة اللي بيقام لأول مرة، وإن شاء الله هيكون في طبعا يوم الخميس المقبل ما بين فيوتشر و فريق غزل المحلة. بالإضافة أنه أرسلت رابطة الأندية المصرية خطاب إلى الأهلي والإسماعيلي والاتحاد والسكندري وفاركو، وتم التأكيد على مواعيد الجولتين 28 و 29 من عمر مسابقة الدوري العام. والخبر معانا بعد كده من موقع يلا كورة، رسميا طاقم تحكيم أجنبي لنهائي كأس الرابطة. وزي ما قلنا لكم، يوم الخميس إن شاء الله في مباراة هامة ما بين نادي فيوتشر وغزل المحلة، هتقام طبعا في 9:30 مساء. هيكون قررت طبعا رابطة الأندية المصرية إقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة وعدم وجود أي لغط حول هذه المباراة. اخر خبر معانا بقى يمكن خبر سعيد جدا، ويعني خبر يعني مفرح لجميع سيدات مصر وجميع محبي الكره ايضا، مش بس سيدات مصر. وموقع في الجول جايب تصريح خاص من نجمتنا شروق السيد. شروق السيد اول لاعبه مصريه تخوض مباريات او منافسات دوري ابطال اوروبا للكره النسائيه. والخبر بعنوان اول مصريه في دوري ابطال اوروبا في الجول، لا اصدق ذلك لكن انا على قدر المسؤوليه. شروق السيد لاعبة نادي وادي دجلة أعيرت لمدة عام لفريق أولمبيا كلوج الروماني اللي هيشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات، لتصبح أول امرأة مصرية تشارك في هذه البطولة. ويمكن قالت كمان شروق في تصريحاتها في الجول، لا أصدق حتى الآن رؤية مجهوداتك بهذا الشكل، وما حدث هو تكليل لنجاحي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. نشكرك جدا على هذه التغطية نورهان، شكرا لكِ.